بسم الله الحمد لله لا اله الا الله محمد رسول الله. يا رب صبرنا على عين. يا رب ارزقنا. يا رب سبحانك اني كنت من الظالمين. خلصنا مسلسل بعد كده نتكلم عن مذكرات زوج طارق لطفي وفضائح زوج مذكرات زوج مو بس المسلسلات دي انا لقيتش مسلسل بتاع ولا انا مخدتش بالي هنشوف دلوقتي نضحك يا حضرة دي العمدة ابنك عيني دعا ربني بالمستقلية ودعا ربني بالمستقلية نسيت اسمه ده صوته مذكرات زوج بس هندور على المصدر ده ندور نشوف اول حاجه بطولة طبعا خالد لطفي خالد الصاوي طارق لطفي قصدي خالد الصاوي عائشه بنت احمد هناء الشرنوبي نور النبوي سما ابراهيم نهال عبيد عبدين قصدي عمرو الشناوي ساره هاشم وهاله مرزوق وادوارد انتاج تامر المرتضى ورامو تاليف احمد دهجت ومحمد سامي عبد المالك واخراج تامر نادي كده احنا خلصنا المسلسل ثانيه واحده عشان افتكر رقمه كام رقم 11 بتاع طارق لطفي انا هاشم وهاله